في هذه الحلقة من سلسلة رشفات أسئلة عن غريب القرآن من سورة الضحى إلى سورة الناس، يعني مكسر المفصل. نعم. من المستهدفون؟ عموم الناس. على بركة الله، هذا فعل خير، والله تعالى يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول الله تعالى والليل إذا سجى. إذا سجى أي إذا أظلم وسكن. ووجدك ضالا فهدى، ضالا عن تفاصيل الشريعة. أنقض ظهرك، أثقله. والتين والزيتون، الفاكهتان المعروفتان أو موضعهما. غير ممنون، غير مقطور. لنسفعا بالناصية، لنجرنه إلى النار بمقدم رأسه. في ليلة القدر، في ليلة العظمة والشرف. منفكين، منفصلين عن كفرهم. جنات عدن، جنات إقامة دائمة. وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما فيها من الموتى ومن الكنوز. والعاديات ضبحا، العاديات الخيل تعدو في الخير أو الإبل. ضبحا، الضبح هو صوتها. فالموريات قدحا، كذلك الخيل حين تضرب بحوافرها الحجارة. قدحا، كذلك القدح حينما تضرب بحوافرها الحجارة تنقدح النار. فالمغيرات صبحا، التي تغير على العدو، أو المغيرات الإبل حين تغير صبحا من المزدلفة إلى منى. فأثرن به نقعا، أي غبارا. فوسطن به جمعا، كن وسط الجمع. لك نود، لك فور جحود. وإنه لحب الخير، الخير ها هنا هو المال. كالعهن المنفوش، كالصوف. فأمه هاوية، مأواه جهنم. عين اليقين، رأي العين. والعصر، العصر هو الدهر أو صلاة العصر. لينبذن في الحطمة، ليطرحن في النار. طيرا أبابيل، طيرا أبابيل أي جماعات كثيرة متفرقة. من سجيل، من طين. كعصف مأكول، هو الزرع الذي أكلته الدواب. لإيلاف قريش، أي إعجبوا لإيلاف قريش، أي لحبهم رحلة الشتاء والصيف. يدع اليتيم، يدفع في نحره بعنف. الماعون، الماعون هو كل ما يعين الناس في حياتهم. مثل ماذا؟ مثل الماء والملح، وكاشتراك السيارة وشاحن الجوال لا في هذا العصر. الكوثر، الكوثر نهر في الجنة أو هو الخير الكثير. حمالة الحطب، حمالة الحطب كناية عن مشيها بالنميمة، أو أنها كانت تلقي الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من ليف. الصمد، الصمد هو السيد الباقي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الفلق، الفلق هو كل ما يفلق كالصبح والحب والنوى. ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أظلم. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات النساء السواحر، أو هو كناية عن النساء حين يتصرفن في عزائم الرجال. من شر الوسواس الخناس، الخناس كثير الخنس لأنه يوسوس للإنسان كلما غفل. من الجنة والناس، من الجن والإنس. وقد بدا لي بعد هذه الجولة أن يكون لنا مثلها في جميع أجزاء القرآن الكريم لكي يكون النفع عاماً.